you for joining us. داخل قاعة المؤتمرات الدولية، هذا التجمع بدول الكوميسا التي يحث على تجاوز كافة التحديات الدولية ودفع عجلة التنمية والذهاب بعيدا ما وراء التحديات التي تواجه أفريقيا، وكيف للتجمع دول الكوميسا للعمل جنبا إلى جنب من أجل دفع عجلة التنمية. الموضوع هام جدا من حيث التواصل والتناغم في كافة المجالات.